صباح كنوت، حسيت بحاجة في صدري، حسيتها طول، حاجة يابسة هكذا. من بعد قلت له للزوج تاعي، قلت له راه عندي مرض، مش عارفة كاع واش كاين. حسيتي سطر ولا؟ ما سطر، ما كاش سطر، عادي حاجة يابسة وخلاص، خرجت لي طول. قلت له بلي راه عندي حاجة في صدري، نروح للطبيب باش نشوف واش عندي. ما حبش. ما حبش يخليك تروحي للطبيب؟ ما حبش. كيفاش ما حبش يخليك تروحي للطبيب؟ ما حبش، قال لي لا، قال لي ما تروحيش للطبيب. خلاص مرض وخلاص. صاي خلي عنه. ضربني. وداني لدارنا. حطني. وراح. ما زادش ولا.